الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الأعزاء، مشاهدي قناتنا الجميلة الصحة والجمال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة احنا هنتكلم إن شاء الله ومدتنا البسيطة في موضوع مهم جدا جدا بيبدأ الاهتمام بيه مع بدء العام الدراسي وموسم الخريف من كل عام، وهنتكلم عن مرض يمكن اسمه مزعج بشدة لكثير من الناس نتيجة انه ممكن ان هو يعمل اعاقة او يمكن لا قدر الله يسبب وفاة مع الاهمال. موضوع حلقتنا النهاردة ان شاء الله رب العالمين عن موضوع الالتهاب السحائي او الحمى الشوكية. الحمى الشوكية طبعا مرض معروف من زمان، وفي نفس الوقت لما بيحصل ممكن ان هو يأثر على الجهاز العصبي، على المخ، على الاعصاب، بيصيب الشخص بنوع من الحمى عنيفة جدا 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 اللي بيصاب بيه، واحيانا بينتشر بسرعة انتشار وبائي في المجتمعات المزدحمة المغلقة، زي لما يكون في مدارس او فصول مزدحمة او سجون او اماكن فيها مسارح او اماكن فيها تجمعات زي تجمعات الجيش او مع معسكرات الجيش والامن المركزي وهكذا. وده كان لنا معاها سوابق كتيرة قبل كده من حوالي 30-40 سنة. فهنا طبعا الموضوع موضوع هام جدا، لان الاسم نفسه مزعج بشكل غير عادي لاي اسرة من الاسر. ايه هي الحمى الشوكية؟ الحمى الشوكية هي ميكروب عادي زي اي حمى بيخش الجسم عن طريق الفم او الانف، وعن طريق بعض الاماكن الاخرى في بعض الاحيان التانية، بس على الاشهر الفم والانف، ويبتدي ان هو يصعد الى المخ مباشرة ويأثر على الغشاء اللي هو مغلف للمخ اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه بين المخ نفسه وبين عظمة الجمجمة. الغشاء ده احنا كأطباء بنسميه الغشاء السحائي. وهنا بيبقى المشكلة انه لو الميكروب خد المكان دوت، طبعا ده المكان المغلف للمخ، يبقى كأن المخ عايش او عايم لا قدر الله في بركه من المستنقعات من الميكروبات والصديد، وده بيبقى طبعا حاله عنيفه جدا جدا جدا. بينتقل ازاي؟ بينتقل عن طريق القبولات والبوس من شخص يا اما مريض يا اما حامل ميكروب. يعني ايه يا دكتور؟ يعني احنا عندنا اسباب المرض من اللي بتنقل المرض من بني ادم لبني ادم. الشخص اللي بيرسل المرض دوت يا اما يكون فعلا واضح عليه ان هو عيان، وده عارفينه كلنا، زي مريض انفلونزا بيكح في وسط ناس قاعدين في اتوبيس او مكان معين مقفول فبيعديهم كلهم، يبقى ده مريض. وفي شخص تاني بيبقى شكله طبيعي، يعني ما تقدرش حضرتك تفرقه بينه وبين حضرتك من ناحيه الصحه، لا بيشتكي من صداع ولا حراره ولا الام ولا اي حاجه ابدا، ويتحرك في وسطنا لكن شايل الميكروب في حلقه وفي زوره وفي انفه. وفي الحاله دي ده ميكروب بنسمي هذا الشخص بالنسبه لحالتنا حامل ميكروب. حامل ميكروب يعني هو ممكن يعدي اي انسان يقابله برضه بنفس الطريقه عن طريق البوس والقبولات، وفي نفس الوقت هو لا ما يبانش عليه مرض ابدا. ونيجي نقول هل المريض ده كان مخالط لحد في مستشفى ولا حاجه؟ يقول لنا لا، هي في الحاله ديت في عندنا حد بقى من المخالطين الموجودين جنب المريض دوت اللي ظهر عليه الحاله، يا اما من الاسره يا اما من اصدقائه يا اما من خلال عمله اللي بيشتغل فيه او المدرسه. دي قصه حامل الميكروب. يبقى في مصدر عدوى اللي هو يا اما انسان عادي عيان بالمرض بنروح نزوره في المستشفى وبعدين نقعد جنبه على السرير ونبوسه وحبيبي وابني والف سلامه ليك، وبعدها باربع خمس ست ايام نلقى نفس المرض عندنا احنا. او انسان مش ظاهر عليه حاجه بس اللي هو بينشر المرض لان هو ما يعرفش ان هو عنده المرض، ومحدش توقع ان عنده مرض من الاطباء، فبينقله لكل الناس اللي بيتعامل معاهم اسرته او خلافه. دي طريقه انتقال الميكروب. بأكرر تاني ان هو بينتقل عن طريق الزور واللعاب وعن طريق القبلات بالذات، لانها بتبقى شايله كميه كبيره جدا من الميكروب بتنتقل للشخص المعرض للعدوى، وبالتالي يبقى هنا العدوى بتبقى محتمله بشكل كبير. وطبعا هنا يبقى موضوع القبلات ده يعني برضه في البدايه كده، ودايما بقوله ارجو ان احنا نتخلص من هذه العاده الرذيله
اللي هي بتسبب مشاكل كتيره جدا جدا لمجتمعنا ولاولادنا بالذات، وخصوصا الناس اللي بقى مناعتهم ضعيفه. طفل صغير مسكين لسه مولود جميل زي الورد، لا يعني ربنا خلقه انسان نقي لسه ما فيهوش اي مشكله صحيه على الاطلاق، وبعدين نبص نلاقيه بعد اسبوع او 10 ايام بيروح للدكتور نتيجه ان هو الناس اللي حواليه اهله جده ابوه ممكن تكون امه القرايب اطفال اكبر منه في البيت، اول ما يوصل البيت يبتدوا ان هم يشتغلوا معاه في عاده البوس من الفم بشكل مركز. يبقى هنا في الحاله دي تعرض الطفل الوليد دوت لهجوم ضاري من مختلف الاسلحه البكتيريه البيولوجيه اللي بقنا كلنا، لان مفيش حد على الكره الارضيه ايا كان بقه خالي من الميكروبات. ناخد بالنا من المعلومه دي، ان الفم بتاعنا والبق بتاعنا هو اكتر مكان فيه كميه ميكروب موجوده في جسم البني ادم على الاطلاق. يعني هنقول مثلا منطقه الشرج اللي مع تاقفنا منها عشان الريحه والفضلات وخروج البراز، لا اقل بكثير جدا جدا من الفم. الفم هو عباره عن بركه من الميكروبات، يجب ان احنا نمتنع عن ان احنا نجلي حد بيها او نضر حد بيها علشان ما يبقاش عندنا مشاكل في ان احنا بنعدي ناس عزاز علينا او قريبين منا. وفي نفس الوقت ما دام عرفنا دلوقتي ان الفم ما هواش نقي في اي انسان على الكره الارضيه، يبقى يا ريت نمتنع عن عاده القبلات، وخصوصا للاطفال الصغيرين حديثي الولاده اللي اقل من سنه، الناس اللي عندها مشاكل في المناعه، الناس الكبار في السن زي حالاتي واكبر، اللي عنده السكر، اللي عنده نقرس، اللي عنده روماتويد، اللي عنده مشاكل معينه نتيجه السن وبتاثر على المناعه. ارجو ان احنا اولادنا ونساتنا وسيداتنا ان ناخد بالنا جدا جدا ان احنا لما نزور اهالينا ما نبقاش برضو واحد يزور ابوه او امه كل كام يوم كل فتره، او قاعد معاه في البيت او كذا، فبيعبر عن الامتنان بيه ليه بان هو يبوسه من بقه او من فمه. طبعا دي طبعا جمله يجب ان تنتهي من الان. عاوز تعبر عن احترامك لابوك بالفعل، عاوز تبوس بوس ايديه او بوس دماغه، لكن ما تبقاش تبوس بقه او تقرب من فمه، لانه برضه ممكن تعديه وتبقى انت السبب في انك انت اضريت بصحته بشكل جديد. نرجع لموضوعنا اللي هو الحمى الشوكيه. بنقول انه الحمى الشوكيه دي عباره عن ميكروب شديد بيخش على الجسم عن طريق الفم ويبتدي يعمل مشاكل لما بياخد طريقه على طول للمخ، ويبتدي فيه يكون فيه اعراض يعني عنيفه وشديده جدا. ايه الاعراض دي يا دكتور؟ يعني نحس لما نحس بايه؟ نفكر ان في عندنا حمى شوكيه او نخاف منها علشان ما نبقاش نهمل في المريض. طبعا زي اي حمى بيبقى معها حراره، ارتفاع في درجه الحراره يعني. وارتفاع درجه الحراره هنا ما بيبقاش ممكن يكون مش عالي قوي، يعني ممكن يكون نص درجه او درجه بالكثير، وبالتالي يبقى هنا الموضوع ممكن ما يكونش ملحوظ عند الناس اللي هي يعني ما عندهاش احساس بالحراره قوي. وممكن يكون مرتفع جدا زي اي خراج، والحراره تبقى توصل 39 40 41. ومن هنا بننوه برضو انه اذا كان اي مرض من الامراض المعديه بيبدا الانذار بيه من رب العالمين من رحمته للبني ادم بانه بيجي له حراره عاليه عشان البني ادم ينتبه ان في صحته فيها عله وفيها مرض وقد يكون داهم وقد يؤثر على حياته او يسبب له لا قدر الله اعاقه طول الحياه، يبقى احنا لازم نطمئن على الحراره بتاعت جسمنا. زي ما اي مريض عندي بقول له لازم تطمن على السكر بصفه منتظمه على الاقل كل اسبوع، طالما ان سكرك مظبوط يبقى يطمن عليه كل اسبوع بجهاز السكر اللي عندك في البيت او في الصيدليه، ويفضل تجيب لك جهاز لان طبعا دلوقتي بقى زهيد. برضه اللي ارخص من جهاز تحليل السكر ترمومتر الحراره. ما نقولش النهارده ان احنا ما بنعرفش فيه، لان الترمومتر الحراره دلوقتي بقى انواع واشكال. في عندي الورقه البلاستيك اللي بنحطها على الراس ديت عليها الارقام بتتغير بيبان الحراره. في ميزان الحراره التقليدي بتاعنا اللي هو الترمومتر الازاز دوت، وفي ناس بتعرف تستعمله او لا، اللي بيعرف يستعمله يجيبه. ويكون لكل واحد فينا في البيت ميزان حراره، او نرسل ميزان الحراره بعد كل استعمال بالميه والصابون، بكرر بالميه والصابون وبعد كده بماء جاري ويتحط في علبته. ده طريقه تعقيمه من شخص لاخر.
الميزان الاحدث شويه منه اللي هو الترمومتر، اللي هو بيكون مكتوب عليه الارقام، مكتوب عليه الارقام. يعني انت عندك في البيت في تلفزيون، في فيديو بتقول بنطلع القناه رقم كذا او بنطلع الحاجه رقم كذا، ده بتعرف تقرا الارقام. يبقى هنا برضه الميزان دوت مجرد ما تحطه في الفم لمده دقيقه او دقيقتين هيبتدي يديك قرايه الحراره المطلوبه الموجوده. ومحدش يقول برضه بعد الجمل الشيطانيه اللي بتعطل الناس عن الاهتمام بصحتهم ان الجهاز ممكن يكون مش مظبوط. مش مظبوط؟ لا، طالما ان هو بيديك قرايه يبقى الجهاز مظبوط. امتى يكون مفيش قرايه؟ لما يكون الحجر البطاريه بتاعه خلص، وده ممكن يتغير من عند اي حد بيبيع الحاجات ديت. يبقى اذا هنا الاهتمام بالحراره ولو ارتفاع عده شرط بسيطه عن المعدل اللي احنا عارفينه، هنا يبقى في اهتمام شديد جدا، لان في انواع من الحمى ما بيكونش معاها ارتفاع في الحراره شديد قوي وبتبقى خطيره جدا، زي الحمى اللي بنتكلم عنها اللي هي الحمى الشوكيه. يبقى هنا انا لما يكون في عندي ابني بيروح المدرسه وعايز اطمن عليه لان هو ده اللي بيخش فصل مقفول وبيركب باص وبتبقى الدنيا زحمه وبيقوم بدري جدا مع الجو، بيكون احيانا في ثلج او هواء شديد وبرد، وبعدين يخش بعد كده فصل مقفول عشان خايفين من البرد، هي تبقى العدوى محتمله جدا. وخصوصا ان اولادنا كمان عندهم عادات سيئه اكتر من كده، بان هم بيبقوا بيجيبوا حاجات متلجه اثناء الدراسه او يشيلوا معاهم ازايز فيها ثلج او خلافه، فتبقى المساله هنا المناعه بتاعت الزور اصلا جاهزه لاي قحه او سعال من الطالب اللي جنبه اللي هو مش هيبوسه، لكن ممكن يكون لانه لازق معاه في الفصل في نفس الديسك كتفه في كتفه، القحه البسيطه منه او العطسه البسيطه منه في وش زميله ممكن تعديه. لو اطمئنيت بالحراره ابتديت الاحظ ابني ويرتاح، يبقى كده مفيش مشاكل. لو معاه مع الحراره اللي موجوده دي، يعني اي حراره فوق 37 درجه ونص، بأكرر فوق 37 درجه ونص، احنا بنقول مسموح بانك انت تقيس حراره الحد الاقصى ليها 37 درجه ونص في اي انسان، ممكن تكون اقل من كده لكن هقول ده الحد الاقصى. يبقى هنا اي درجه اي شرطه زياده، يعني 37 وست شرط وسبع شرط، يبقى على طول فيه نوع من الاهتمام ونوع من ان احنا ناخد بالنا. الاعراض المميزه للحمى الشوكيه غير الحراره اللي هي بيكون معاها صداع عنيف جدا جدا جدا، خد عندك من اسكندريه لاسوان يعني الاخر مدى، صداع رهيب. البني ادم بيجي له والعياذ بالله الصداع بتاع الحمى الشوكيه، بيحس كانه في انسان ماسك مطرقه شديده عنيفه بينزل بيها على دماغه مع كل نوبه صداع، صداع لا يحتمل، وبيبقى بيخليه مش قادر يفتح عينيه، مش قادر يبص قدام منه، وبيبقى بيصرخ منه، مش الصداع العادي اللي بيجي لنا نتيجه اجهاد الشغل او نتيجه كذا. الصداع دوت بيكون معاه طرق وبين الطرق شديد جدا جدا، ويرجع من غير اكل. يبقى فيه ارتفاع في الحراره، وفي صداع لم يشهده في حياته، وفي معاه طرق بدون داعي، يعني واكل مش واكل، شارب مش شارب، بيرجع، وخصوصا لما تيجي نوبه الصداع الشديد. ده لغايه كده برضو الكلام ممكن يكون ممكن يكون لا في بعض الاحيان، لانها اعراض واللي بيقدرها الدكتور والطبيب. انما الشيء اللي احنا بنشوفه كاطباء بيخلينا نهتم بانه دي احتماليه جديده انها تكون حمى شوكيه، اما بنلاقي ان في تصلب في عضلات الرقبه. يعني ايه تصلب في عضلات الرقبه يا دكتور؟ يعني المريض لما يبقى نايم على السرير وانا احاول ارفعه من رقبته واقول له اثني رقبتك معايا بالراحه كده، ما يقدرش يثنيها، كاني برفع ماسوره حديد موجوده من على الارض، الماسوره ما بتتنيش معايا. فلو حاولت ان اثني رقبته يعني بنوع من يعني التست او التعمد سنه عشان برضه اتاكد، يصوت ويصرخ ويقوم كله معاه من على السرير معايا، لا يحتمل ان هو يتني رقبته علشان الالم اللي فيها الرهيب، وعشان التهاب القرشيه المخيه، وعشان السائل النخاع الشوكي اللي اصبح فيه صديد وبقى فيه ميكروبات. هنا اصبح الطبيب والمريض عندهم المعلومه ان في عندنا احتمال حاجه ما هياش سهله لانها بتصيب المخ، اسمها الحمى الشوكيه. يبقى هنا في الحاله دي
اول اجراء بعمله الافضل الاصلح الاسرع ان انا بتوجه لاقرب مستشفى، ويفضل تكون مستشفى حميات قريبه مني. ليه؟ لانه برضو زملائنا في كل المستشفيات برضو لهم الباع والذراع والاحترام، لكن خبرتهم بالتعامل ما كانش اولا التشخيص للحمى الشوكيه وسرعه التعامل معها ودرجات التعامل باهتمام في كل مقام مقال، بيبقى احيانا بيضيع وقت طويل لغايه لما العيان يجي لنا المستشفى بعد ما قضى في مكان تاني ومستشفيات محترمه وكبيره وليها كل التقدير 4 5 6 ايام، لغايه لما واحد فيهم قال ده ممكن تكون حمى شوكيه وراح بعته للحميات. يبقى هنا المريض اللي هو يشخص مبكرا وياخد علاجه مبكرا بالشكل المنهجي المدروس اللي معاه خبره متراكمه، ده مهم جدا جدا، وده ما هواش متوفر بشكل كبير لان كل شيء برضه شيئه الا في مستشفيات الحميات. وعشان كده دي خدت شهره الحمى الشوكيه من انها بتعالج في مستشفيات الحميات على الاطلاق، وان الاطباء الحميات عندهم الخبره في التعامل مع الحمى الشوكيه بانواعها، لان ليها من انواع ميكروبات كتيره، وطبعا دوت لكل ميكروب علاجه. المريض لما بيخش المستشفى وبيبتدي ان هو نشك ان عنده حمى شوكيه بعد موضوع ان في حراره وان في عنده التصلب في عضلات الرقبه وانه ممكن يكون معاها غياب عن الوعي، شويه توهان، او يجي لنا بغيبوبه مش فايق خالص، ما بينطقش وما بيردش. هنا في الحاله دي هنا لازم للتاكيد المعملي بناخد عينة من السائل النخاعي من اسفل الظهر بشكل معين. وهنا طبعا اقول ان انا دي بالنسبة لنا في المستشفى يعني اجراء روتيني سهل بسيط في مستشفيات الحميات يعني، وان احنا يعني ما فيش دكتور اظهر مني او زي، انا بعتبر دلوقتي يعني بقالي 40 سنة في الشغلانة ديت، ما عملش البذل دوت عشرات بل مئات المرات. وبالتالي بتبقى مساله ان يبقى قلقانين لا يكون الحقنه دي تعمل له، جمله بقى بنسمعها من اول ما اشتغلنا ومن قبل ما نشتغل من ايام الفراعنه، احسن خايفين الحقنه تعمل له شلل او تعمل له كذا. الكلام ده غير وارد، لان احنا بنعرف الشغل بتاعنا بيتعمل ازاي، ومفيش حاله واحده حصل منها شلل في انها ياخد الحقنه في مكانها الصح. ودي حقنه مهمه جدا 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 للتشخيص التاكيدي. يعني ايه التشخيص التاكيدي يا دكتور؟ ما خلاص ما انت قلت ان هو عنده سخونيه ومشتكي من صداع وعيكه بغيبوبه ورقبته مش متظبطه ومش قادرين ترفعوها، بتدي له بقى العلاج وخلاص. لا، لازم نتاكد الاول نهائيا بالتشخيص بتاعنا ده اي نوع من انواع الحمى الشوكيه. فالتحليل هنا بيبقى مهم جدا ان احنا ناخد العينه ديت، بتتبايت للمعمل على طول في نفس الدقيقه، بيطلع التحليل المبدئي في خلال نص ساعه، بنبقى عارفين راسنا من رجلينا في التوجه بتاع مع المريض. كمان احنا اول ما العيان بياخد العينه بيبتدي على طول يخش المستشفى ياخد الدواء بتاعه في خلال دقائق. ما بنستناش ان احنا نجيب من هنا او من هنا او من هنا، يعني دايما عندنا اقسام الحمى الشوكيه واقسام العلاج بتاعها بيبقى فيها صيدليه فيها يعني ستوك او مخزن للادويه لمريض داخل حالا، ممكن يكون داخل الساعه 2 صباحا مع الفجر، ممكن تكون ما فيش صيدليه، ممكن يكون كذا، لكن بيبقى في دواء موجود بحيث ان المريض اول ما يخش يلاقي كميه الدواء المطلوبه لاول جرعه موجوده، ولو في اي مضاعفات محتمله برضه الادويه تتعامل معاها موجوده في صيدليه الاسم نفسه، بحيث يبقى ده وحده ثابته ووحده يعني ما فيها كل امكانياتها مع بعضها. كنا زمان من 40 سنه كان بنعالج الحمى الشوكيه بحقن اسمها حقن السلفه، طبعا دواء السلفه انتوا عارفينه، وكان في منه حقن بناخدها بنديها للمريض في الوريد. كنا مجرد ما نشك ان عنده حمى شوكيه واول ما ناخد منه البذل حتى ما ننتظرش ان هو يتنقل على التوريل بتاع المريض العنبر بتاعه، او ان الممرضه تاخد الطلبيه او تمضي عليها او الدكتور او كذا، اللي هي اجراءات بتاخد يعني بعض الدقائق، لكن كنا بنديله الحقن على طول في الاستقبال. يعني كان في واحد عضه تعبان او كلب مثلا ومحتاج المصل حالا دلوقتي، ف
فاول ما بيخش الاستقبال بياخد المصل على طول. ده طبعا كان اجراء حميد، وكان ايام ما كنا بنبقى حريصين على انه الحالات تتعالج بسرعه، وده طبعا كان في الوقت اللي كان فيه اصلا يعني الخدمه الصحيه كانت اقل من كده بكتير طبعا، زي ما احنا عارفين ما كانتش زي دلوقتي. وفي نفس الوقت كان المريض لازم هيجي لنا متاخر لانه ما كانش فيه تشخيص مبكر، وكان عدد الاطباء كان اقل، ولان المرضى كانوا بيجوا من مناطق نائيه. يعني احنا مثلا في مستشفى فيها مستشفى حميات امبابه اللي صرفت بالعمل فيها 40 سنه دي، طبعا بيجي لها مرضى من القاهره، بيجي لها مرضى من القليوبيه، بيجي لها مرضى من الفيوم، بيجي لها مرضى من الواحات، بيجي لها مرضى من القليوب. فاذا هنا مستشفى بتاخد وارد من اكثر من خمس ست محافظات اللي هم يعتبروا قلب مصر نفسها. فهنا طبعا ده كان بياخد قبل كده مع المسافات والمرور في ركوب السيارات في الاماكن الزراعيه والحاجات دي كلها، كان بياخد وقت طويل او بياخد احيانا ايام لغايه لما يوصل المستشفى او يتشخص من قبل كده بوقت ضايع. فهذه برضه كانت مهم ان احنا نبادر بسرعه بان احنا ندي العلاج المطلوب للمريض علشان ما يبقاش في تاخير. مريض الحمى الشرقيه بيحتاج الدخول للمستشفى علشان العلاج بتاعه علاج مركز بالادويه المضادات الحيويه وبعض الادويه الثانيه للمحافظه على جسمه والمحاليل لمده لا تقل عن 10 12 يوم على الاقل في المتوسط العادي. البذل بتاعه لو طلع سلبي يعني مفيش في عنده حمى شوكيه، ما خدنا كنا شكينا وما لقيناش، بنقعد المريض مثلا يوم او يومين او ثلاثه عشان بس نطمن ان مفيش اعراض ممكن تكون مشتبهه ثانيه داخله او حاجه زي كده، وبيخرج في امان الله الحمد لله رب العالمين. الحمى الشوكيه مشكلتها انها بتنتقل في الجماعات المغلقه، وبتنتقل للناس اللي هي عندها مناعه زي ما قلنا اقل من العادي، الاطفال، المسنين اللي بياخدوا علاج كيماوي، اللي عندهم روماتويد، اللي عندهم سكر، اللي عندهم نقرس، اللي عندهم سمنه مفرطه، اللي عندهم امراض الكبد متقدمه، اللي عندهم الكلى بتاعتهم ضعيفه وبياخدوا ادويه للكلى وبيغسلوا غسيل كلى، اللي عنده بياخد ادويه للسيوله او بعض امراض الدم. مجموعه كبيره من البشر كلها موجوده في كل البيوت وفي كل الازمان وفي كل الاوقات، وبالتالي يبقى هنا في خطوره من انتقال المرض اليهم لو في وسطهم قلنا حامل الميكروب او المريض. كمان الانتشار بقى الشديد اللي بيبقى موجود لما نلاقي طفل في مدرسه او جندي في معسكر او ناس موجوده في مجتمع مغلق وبعد جامعات وخلافه، نبص نلاقي انه واحد جه النهارده المستشفى اتشخص وبعد كده ثاني يوم في 10 20 30 40 حاله. يبقى هنا ده مكان مغلق كان فيه مريض او كان فيه حامل ميكروب قاعد في وسط الناس ديت وهم سلام، نقل ليهم العدوى عن طريق ان هو بيكح في وشهم او بيبوس حبايبه واصحابه اللي هو ما شافهمش من 10 دقائق كما هي ماشيه العاده اللي احنا قلنا عليها بنسميها عاده رذيله. ففي الحاله ديت يبقى المرض بياخد عدد كبير وطبعا بيسبب ذعر جديد، يعني من حوالي 15 سنه كان في تقريبا برضو شبهة وباء في احدى مدارس الزيتون، وابتدى طفل يعيا والطفل الثاني يعيا والطفل دخل في غيبوبة، الدنيا كلها اتقلبت وحصل ذعر في مصر كلها، وابتدت الناس تدور على الحقن بتاعت الامصار وخلافه، وابتدت الناس تقول صحة يحاولوا يدوا كل يوم يطلعوا التصريحات. يبقى هنا الكلام بتاعنا كلام يجب ان هو يكون واضح انه المسائل عايزه برضو اهتمام شديد. احنا كدوله وكوزاره صحه بنهتم بالموضوع دوت مع المدارس ومع المجتمعات المغلقه زي السجون وتجمعات الجيش او كذا، بان احنا بندي حقن تطعيم دوريه للمدارس وللمجتمعات ديت بانتظام. وطبعا في الوقت الحالي مع دخول المدارس ومع بدايه فصل الخريف بيبقى في التطعيم دوت في المدارس كلها. فانا برضو بقول لكل الامهات
الام اللي هي بتبقى المدرسه بتطلب منها انها تاخد موافقتها وتبلغها انها ابنها يطعم ضد الحمى الشوكيه، مش تخاف انه هياخد حمى شوكيه يبقى عكس المطلوب، لا تبادر وتهتم، مش تدي لابنها اجازه في اليوم ده، مش تقول مش هدي مش هعمل، ابني ما بيحبش ياخد حقن، لا اصل الحقنه دي انا خايف انها تقلب معاه بالمرض، كل الكلام اللي يدل عن قله معلومات او جهل او يضر اولادنا ارجو ان احنا نقلع عنه ونبادر بالتطعيم ونشجع المدارس على ان احنا نخلص البرنامج دوت بانتظام وباكبر عدد ممكن. اتمنى انه يكون لقاءنا النهارده ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا بانه يكون موفق وناجح علشان نعرف معلومه هامه في الوقت الضروري اللي هو بتاع دخول المدارس، واتمنى لاولادنا صحه جيده والمصر كلها سلامه، وبادروا وساعدوا اولادكم على التطعيم في المدارس بسرعه وخصوصا تطعيم الحمى الشوكيه عشان الوقايه يا اولادنا واحبابنا خير من العلاج. تحياتي ليكم كلكم في كل البيوت، واشكر قناه الصحه والجمال قناتنا الجميله على دعوتي هذا اليوم لهذه لهذا اللقاء، واتمنى لكم كل صحه وكل جمال وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته. Oh, my God.